باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في الساعة الثالثة ونبوء الساعة الثالثة ربنا يعاتبنا على لسان ملاخي النبي، فيقول كده: الابن يكرم أبيه والعبد سيده، فإن كنت أنا أبا فأين كرامتي، وإن كنت أنا سيدا فأين مهاباتي. خلي بالكم ربنا ما بيلومش الناس البعيدة اللي عايشة بعيدة أو مش مؤمنة، ده بيعاتب شعبه اللي شافوه واللي عارفينه. بيقول لهم وصية أنا حطيتها إن الإنسان يكرم أبوه، فإذا كنتوا أنتوا بتعتبروا إن أنا أبوكم إزاي مش مديني الكرامة، وإذا كنتوا أنتوا بتعتبروا إن أنا سيد وأنت عبدي فإزاي ما بتدينيش المهابة. تجرح قوي قلب الأب إن يحس إن ولاده ما بتحترموش. الموضوع كبير قوي، بس أنا هاخد نقطة صغيرة هقول إزاي أب نحترم كرامتك. هاخد تطبيق صغير قوي هيقول كده: كرامتي من كرامة بيتي، فاللي يحترم بيتي هو بيحترم كرامتي. محدش فيكو يقبل ابدا ان ضيف يخش يحط زبالته في بيته. مين فيكو يقبل ان انا ارمي الزبالة في بيته؟ من باب اولى ربنا، وبيت ربنا له مهابة واضحة قوي من ان ربنا عمل ايه في إرقاد حد الزعف. ازاي دخل وقلب موائد الصيارفة والتجار وقال بيت أبي بيت صيارة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. ربنا بيغير على بيته بالرغم أن المسيح عارف أن كلها 40 سنة من بعد صلبه البيت ده مش هيتبقى بيه حجر على حجر. يعني هو قال النبوة دي، قال هيجي وقت ما هيبقاش فيه حجر على حجر، لكن كرامتي من كرامة بيتي. سليمان لما بنى البيت ده حط كل الذهب والفضة فيه لأن ده بيت ربنا تليق بيه القداسة ويليق بيه التمجيد. كرامتي من كرامة بيتي، اللي ما بيحترمش بيتي ما بيحترمنيش. ده معنى إيه؟ للأسف مع الأجيال والبيوت اللي كانت زمان بتربي أكتر من دلوقتي، سامحوني على الكلام اللي هقوله، فقدنا إحساسنا بمهابة بيت ربنا وكرامة بيت ربنا. هحكي لكم حكاية من 25-27 سنة حصلت. رحت ابتقاد لواحد في منطقة روكسي، فبقول له انتوا ليه، يعني الراجل كان رجله قليل على الكنيسة، بقول له انتوا ما تجيش ليه؟ راح قال لي ما تزعلش مني. قلت له، قال لي الكهنة ما بقريتش كهنة. قلت له ازاي؟ قال لي الكهنة بتاع زمان بتربي. انا هقول لك حاجة مش على الكهنة، هقول لك حاجة على ابويا. كان عندنا 40 في كنيسة ماري مرقص اللي انت منها دي، والأربعين زمان كانوا يجيبوا صورة كده للمتنيح يحطوها الساعة 4 الظهر ويعملوا صلاة كده. قلت له آه. قال لي كانت في جيبي لباية، كنا على الرصيف بتاع الكنيسة، فأنا طلعت اللباية من جيبي أوتوماتيك لأزقستها وتفيت القشر بتاعها. أنا بعد ما تفيت القشر لقيت وشي في الرصيف. أتاري أبويا نزل بإيده عليا وقال لي تف قشرة اللب على باب بيت ربنا. فقلت له يا بابا أنا على الرصيف. الكلام ما عجبوش، رفع إيده للمرة التانية تجريت منه، بس عرفت يعني ايه بيت ربنا. الدرس ده ما بقولش ان احنا نربي ولادنا بالشكل ده ولا نضربهم، انا ما قلتش كده، بس على الاقل كانت الاباء بتسلم قيمه ان بيت ربنا ينبغي به ايه؟ القداسه. في مره مرت بوعظ وعظت عشيه لقيت حاجه تعمل بست. انا سامع الصوت ده بس مكدب وداني اللي ما بست كده، وشويتين ولقيت فدققت لقيت ام فاتحه علبه البيبسي لابنها وكيس الشيبسي. سينما يعني، قاعدين في مسرح او سينما، بياكل شيبسي ويشرب بيبسي. تيجي تكلم الاطفال احباب الله، الا الاطفال ده وصى عليهم المسيح، يا ست اكليه اللي انت عايزه تاكلوه بره في شار لب اي حاجه بره، لكن الكنيسه ليها احترامها. احنا بقينا ما بنحترمش كرامه ربنا لان ما بقيناش نحترم بيته. أتكلم معاكم بصراحة واللي يحصل يحصل. على سبيل المثال، استخدام الموبايل جوه الكنيسة ده يليق؟ ده يليق إن أبقى في بيته وأتكلم في الموبايل والجرس يرن مرة واثنين وثلاثة
ونشوف شر على اللي حوالينا، وكل واحدة تروح من موطية رأسها وموطية إيه ومشغال. الكلام ده اللي أستاذنا منه أحد كاهن أسقف راهب، ما ينفعش إنسان يكون جوه بيت ربنا ويعمل حاجة زي كده. أتكلم كمان بصراحة تانية، حكاية يعني هقول لكم على حاجة كده، هحكي حكاية إيجابية وبعدين حاجة سلبية. أبونا ميخائيل إبراهيم كان معروف عنه إن كان بيسجد على باب الكنيسة وبعدين يخش على باب على البسطة وبعدين على العتبة، ويخش يسجد قدام الهيكل وبعدين يلف يبوس كل أيقونات القديسين، لأنه يعلم أن الكنيسة هي سمع الأرض وده بيت ربنا والملائكة. فكان فيه نوع من أنواع الهيبة. ده الحتة الحلوة اللي عاوزين نتعلمها، نقدم الكرامة لبيت ربنا. طب الحتة الوحشة اللي أتكلم عليها إيه؟ اللبس اللي بقينا نلبسه في الكنيسة ليلة العيد وفي الأكاليل، مصيبة فضيحة. بنجيب الكلام لربنا، يقول لك هم دول أولاد ربنا. ده في ناس دايجة تتفرج، في ناس بتيجي تفضل برة كده عشان تتفرج. إيه اللي بيحصل ده؟ الفضايح اللي احنا فيها دي، هل ممكن ألبس لبس ما يليقش ببيت ربنا وأبقى جسدي مصدر عثرة؟ عشان إيه؟ الموضة كده؟ دي إيه الموضة دي اللي تخلي بيت ربنا منظر العثرة؟ يشهد علي ربنا بضمير صالح، أنا بتكلم بالصدق، أنا في أكاليل بحضرها ما بعرفش أحص يمين ولا شمال ولا بص فين، فبفضل بصص للهيكل مش قادر أبص لورا، لأن اللبس اللي يتلبس ما ينفعش يكون جوه بيت ربنا. الغريبة مش عارف الأبهات فين ولا الأزواج فين. هو اللي بتنزل دي بنتي اللي عدت سن 22 و25 وبقى جسمها جسم كامل، أبوها ما شافهاش وهي نازلة؟ أبوها مش عارف حروب الرجالة من عينيها شكلها إيه؟ ولا ما كانش مراهق ولا ما كانش راجل؟ ولا بقينا نحط رأسنا في الرمل واللي يقول كده بقى هو اللي متطرف وهو اللي متخلف؟ لا، كرامة بيت ربنا من كرامة اسم ربنا نفسه، ولازم نرجع نفسنا ونرجع أولادنا. الأمهات زمان كانت بتسلم الإيمان، كانت البنت يبقى عندها 13 سنة تقولها ما ينفعش تخش الكنيسة من غير إشارة يا حبيبتي وحاجة تغطي راسك. والنهاردة الأم فرحانة ببنتها اللي جايبة فستان مش عارف منين من أوله لآخره ربع متر، وبقينا ساكتين. أنا بقول أمام الله المشكلة مشكلة الكهنة، المشكلة مشكلة الكهنة. عارفين ليه؟ الكهنة بقت تخاف، يقول لك أصل أنت يا ابونا لو زعقت مش يجوا الكنيسة تاني، خليك لارج كده، أنت بتخدم شعب نظيف يعني، لبس كله من فرنسا وإيطاليا وكندا وأمريكا. الحقيقة لا، ما ينفعش. والكهنة لما بتتفوت في الحاجات دي، أنا في رأيي وهقول والآباء يسامحوني، تقع عليهم عقوبة عالي الكاهن الذي تهاون مع أولاده الكهنة وربنا قطم رقبته. لأن الهرم لما بيتغسل يتغسل من راسه، والكهنة هم راس الهرم. إحنا تسيبنا وتخاذلنا وخزينا وحطينا عيننا في الأرض وما بناش نتكلم، وعشان كده اللي الناس لما جربت ولقت محدش بيتكلم استباحت. لا يا أولاد، أنا بقول لكم بضمير صالح، ربنا بيقول أين كرامتي وأين مهبتي؟ هو في واحد يهاب ربنا يخش لابس كده؟ أنا بسأل الزوج فين والأخ فين والأب فين؟ ولا ما بقناش قادرين نقول كلمة حق في بيوتنا، لأن هي دي اللرجنة وهو ده المستوى الستايل الجديد؟ لا، مش هينفع، مش هينفع. أقول لكم سر بيني وبينكم، أنا جاء علي وقت كنت بصلي لربنا أبطل أحضر أكاليل ولا ما بقدرش أحضر أكاليل، لأن قدام ربنا مش عايز أبقى شريك في خطأ ربنا قال لي سكت عليه ليه فوقه، لأن مهابة الله مطلوبة فوقه، لأن مخافة الله مطلوبة فوقه، لأن كرامة الله فوق أي كرامة ولا أي اعتداد. وراجعوا نفسكم، حتى لو زعلتوا مني، لو انتوا أمنا مع نفسكم، أنا ما بقولش إلا اللي قاله الكتاب المقدس. أنا مش جاي أقول كلام من عندي،
عشان مثلا راجل صعيدي، انا راجل بتاع ربنا، واللي يقوله ربنا هقوله لكم. لكن ربنا بيقول اين هي كرامتي، اين هي مهابتي؟ من له اذنان للسمع فليسمع. اهو العيد فضله 5 ايام، يا ترى اللي جاي الكنيسه جاي شكله ايه؟ اللي جاب جاب يلبس فوقي بلطو، يلبس فوقي طرحه، يشوف له اي حته قماش على حسابي ويطول التانية شوي. ربنا معاكم ويبارككم. بس افتكروا الآية بتقول إن كنت أنا أب فأين كرامتي، وإن كنت أنا سيد فأين هي مهبتي. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن إلى الأبد. آمين.